تفتكرش انك هتبقى مليونير، ده زي اي استثمار في مكسب وخساره ومخاطرته عاليه جدا. نوع في استثماراتك في البورصه، فمحفظتك يكون فيها اكتر من شركه، لو شركه هبطت واحده تانية تكسب وبالتالي تقلل المخاطر. اوعى تقترض عشان تستثمر في البورصه، اختار وسيط او سمسار يكون موثوق فيه لانك بتسلمه نفسك من الاخر. اعرف طبيعه السوق وافضل اوقات الشراء والبيع، لو ما عندكش خبره اسال خبير وتعلم والجا للوسيط في كل التفاصيل عشان يساعدك، وفي شركات بتعلم التداول. استثمر الجزء المتبقي من فلوسك بعد سداد كل ديونك، خلي كده في جزء متعين للاسهم المتميزه اللي تشتريها في افضل وقت. يا ريت لو ليك تجربه في البورصه تكتبها لنا في الكومنت عشان نقدر نستفاد فيها من بعض. لو بيعجبك المحتوى اللي انا بقدمه، متنساش تعمل لايك وفولو واكسبلور.